عام مضى، عام رحل بتحدياته وصعوباته، عام بذلنا فيه الكثير لنواجه أكبر أزمة واجهت العالم وهي أزمة جائحة كورونا. ولكن رغم الظروف والتحديات فقد واجهناها بكل إرادة وعزيمة، بل حولناها إلى نجاحات وإنجازات متميزة. عام حقق فيه المركز وطلابه إنجازات في مسابقات محلية ودولية بلغ عددها 19 جائزة. عام مليء بأبحاث الطلبة الواعدة، عام قدم فيه المركز 275 ورش علمية خلال هذا العام. عام مشرق بابتكارات الطلبة المبهرة كان حصاده 140 مشروع علمي. عام ضم فيه المركز طلاب من مختلف الأعمار أبدع فيه 607 طالبة. جاءها أولاد طلاب بكل جد وحماس من 86 مدرسة. وبعد كل هذه الإنجازات الرائعة ما لنا إلا أن نقول نحمدك يا ذا العرش. وبمناسبة اليوم الوطني ومن خلال المبادرة الوطنية التي أطلقها مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، مبادرة ديسمبر الأدعم، شكرا دولة قطر على كل القرارات الحكيمة لمواجهة أزمة جائحة كورونا. شكرا لكل كوادر الدولة الذين ضحوا بحياتهم من أجل سلامتنا واستقرار بلادنا. شكرا جامعة قطر على الدعم المستمر للطلبة والباحثين. شكرا جامعة قطر على الحلول الفعالة لضمان المخرجات الفكرية والأبحاث العلمية رغم الظروف الراهنة. كل عام وقطر بخير.